تركب الوسواس واس. وخصت فيها لابراس شيخ. رياض وليدي فهمني، واش هاد الخروطة كامل؟ خروطة؟ جال نورمال، كنجي خارج نسقمو. حق قريب نسيتني. رياض فراها، رياض شكون رياض؟ رياض انا وليدك. سي بون عباك خممت مليح. طيب يا قاعد طلعت هبط ديتها دروات ديتها قوش، لقيت شاني حب. سي بون، واش تحب؟ نعلق فيزا. لازم انت تعاوني، دبر راسك، تخدم في الليل في النهار في الفجر، تسرق تبراكي تكرسي، دبر راسك انت اللي تعاوني باش نعلق فيزا. شيخ فيزا ياه، علاش الفيزا عن بالك سهله؟ روح برك وجيبها. ما تقعش شيخ. شوف صاحبي سيدي علي مقلي هذاك، مقلي عباك صرت معاه في سكاي، حكى لي البارح كذبت والله كذب. قال لي خويا عادل، انا كيفاش درت ماكش نعرف الانترنت، انا ماكش نعرف كونيكسيون هاد لافاز. رحت سيبر بوزهر، انا كنت ملقي في الحومه من بعد دخلت سيبر. قصرت طحت وحده بولوناس شهر، واحد الشهر ماكسيموم طاحت فيا ووف. قالت لي عجبوني عينيك. قال لي يعني قلعت، درت فيزا قلعت، رحت لابولون درت فيها لونساج تاع لابولون، درت فيها دار الجاردان وي كروسا بيان سور، وراني بطفل. عرز ما خرج يشبه لي ما على بالك. خممت مليح، قلت واحد حطاك يوان. خبوش عليك وليدي، واش حطاتها لابولون؟ خساره فيها لابولون، وبليس عندي خمس خيوط صحاح شيخ. كونفيونس الناس اللي فيهم ليا شبيك. لازم نروح خممناها شيخ، لازم تعاوني. لازم لا لا خلاص. بصل على بالك يا وليدي اللي ياكل بصل يحصل. هاي خلاص انا فهمتك، خلاص فهمتك. سانكشن الحمد لله. يا سيدي راني عاونتك وشريت الفيزا ورحت لهيكي ما راك تحلم وتنوم الى اخره. والماكله نتاعك هكذا؟ ها؟ هذه هي الماكلة نتاعك؟ شيخ، لو كان انت تجي تجيب لنا اللحم وتشري لنا الكبدة والحوت، عفيس ما اللي فيهم فيتامين، كما علاش ندورو بالكاشير اللي معمر كولور، وما علاش نلقطو لي فيتامين من الحشاوش؟ شيخ، أنا راني عارف، غير يشوفوك يفرحوا، ويبداو يعيطوا، خلاص اكتشفنا إنسان اللي عنده لاكوكيل تاع بنادم، والموتون تاع كروكوديل. اسمع لي يا وليدي. ما تطلع ما تهبط، فهمت؟ إذا حبيت الفيزا يا وقشط على ذراعتك. واش تزعف علينا يا شيخ؟ واش زعفان؟ هاك ها، والله شوف دوق، أنت الأول اللي تدوق.
والله يعني هذا ربع الطاعة. لا 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 هذه ما قلتك انت يا حلفت لك شيخ. هذا ربع الطاعة. رزة بولوناز شيخ. اش بيك؟ بنينة يا لازم فيزا تطول لازم زين زين تقاسم معاه بابا لازم بلحق اصبر اصبر سونتي الا بولون الا بولون هيا كل يا وليدي كل اسمع شحالك قلقني فهم وراك بديت تطلع لي الحوا وانت دركا ما تجيش تاكلي بابك راه داير فينا حاله بالعياط اتركيني وشأني بابا شوف لم يجد زوجته بعد وانت مش دخلك فيها بوخر شوف ولا بوكرون بيت نوضي تاكلي اتدرين اتدرين امه ان زوجة ابا خرشف تدعى رزيقة ولم يجدها بعد وانا اسمي رزيقة سعدي مسود يعني لا تاكلي حتى يصيب ابو خرشف زوجته بالطبع حرمت على نفسي الاكل والشرب حتى يجد زوجته بديتي تقلقوني وتوسوسني هذا الكلام اين هي الفصاحه غربي من وجهي يا يما كبرتي وليتي تهضري معايا هذه الهضره والله انا نحطك في يد ابوكي وتشوفي واش يدير فيك يا الله يا الله يا رب هذا الكون يا خالق السماوات والأرض يا خالق الإنس والجن يا ربي شوف لي حد يا شوف لي كشف واحد يا ربي خلاص مزيج ندمو دي والو معليش لكن كيما أبا خرشف طمعاً بعد خلاص نتزوج ندير الدار سهل بس شقانها بالغاشي مزيج يا ربي يا ربي حبيبتي أبا خرشف أنت هنا في غرفتي لحما وشحما وحبا وروحا ودلالا شكون دلال؟ دلال دلالا 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 أتعرفين يا حبيبتي لقد حاول العديان التفرقة بيننا عديانة هاك تشوف هاتبوني حتى تلما انا نشوف عايش ما عنديش زهر انا ما شو كرهولي حياتي على جالهم رجعت بايرة لذا يعني هذا انت عايش وش ما انت بايرة خحلة ما عايش ما انت بايرة دوك نفهم دوك نفهم وش ما انت بايرة سوف افهمك بايرة معناه امرأة غير بايرة معناها الحقيقي امرأة بديعة الحسن فائقة الجمال وعذبة الروح إذن أنت هي بائرتي أنا هي يا بائرتي شو يقول يا أجمل امرأة بين النساء يا من بحبك دفعت كل البلاء رزيقة الحب الأزلي ودرب الوجاء ابتسمي فنظرة عينيك لقلبي الدواء يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني ممت بعدكم كلام سهر خاسين الأغرى ويمشي قاضم أبا جعفر قاتل ناقتي لا 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 وش بك خاطي هذا شونتور غناي ارتيست فنان يغني يحب الغناء تاع النساء تعرف حسنا لن اطيل عليك اريد ان اذهب لي طأر مع قادم ابا جعفر قاتل ناقتي ترى نعم ما تشوف قهوة ولكنني سارجع يا بائرتي ما اجمل بورانك على بالك يا ابخ
خونا لأول مرة قال لي واحد بايرة وعجبني الحال. اقسم بالله بائرتي 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 واو خونا ذي يحبك. اعذريني سأرجع. ما تطولش. وإن مت ولكنني لن أموت فأنا أعيش بحبك. أحبك. وداعا يا أجمل بائرة في العالم. وما تطولش عشان مش بدي تنجمع قرصة عفوية. والله هو تحس في البيت أبولون. يا يما الكوزينة ديالي وش هتعفل؟ هذا البهلول اللي دارها يا المعفون عشبه كم جالي كاع بسمي ولا نخدم فيها بعدني انت تاني ناكل عجوز خضري. قول يما وش من العجوز تاني؟ بالحقل عليك وش بيك؟ عفنتوها لي مصبح نخدم في الكوزينة. وراجي قوي رايح. أنا قلت لك من الأول ما تشريلهاش التلفزيون في الشمرة. فين هي باش تشرو لها وتزوجوها؟ احضر يحضر راني صابات هادي وهي قلت لكم هكذا في صابك والو تحس 60 مليون عزيتوها فيا يا وهي طفله. هي طفله ماهيش تخدم. انت يا اطفل راجل نوض قلفت على دراعتك وروح تخدم. دير كيما الناس جيب السور ديالو كان من تحت الحجره. ما تقوليليش راجقه مازالها مع هذاك المسلسل. راهي مع المسلسل ولا تهضر بالعربية الفصحى. قالت لي مغربية أمه. ها؟ قالت لك هكذا. خليني منكم انتم. تبا سحقا لها. هذه غلطتك يا أبي. أنت الذي حلبتها واشتريت لها التلفزيون. يا بني لكي تتابع الأخبار وتتثقف قليلا. اش رايك يقول؟ قالك تما باش تشوف الأخبار وتتثقف. ولا هو ثاني يهضر الفصحى. والله غير تلفتوها لي كامل ورزقة وين راهي برك. أين بغيتها تكون؟ في شمبراتها يا أبو رزقة. أنا ذاهب إلى شمبراتها. انصرف. اذهب يا أبي قطعها مرصوًا مرصوًا شمشيرها. يا البهلول نوض ازرب خمل خليني نحن طيب الفطور وانت خمل لي هذا الحالة اللي درتها لي هنا وش مخشاوي. شوية ونكمل. كمل ونخمل. هيا زرب كمل زرب. دوق دوق. ما ندوقش. يدوقي. ضربي عالدار بعدها. خليني منك خليني. خسارة فيكم تاع لابولون. الدنيا مرمتها. لابولون. دوق شو؟ هذا تاع لابولون. يدوقي شو؟ رسالة سبيسيال. كدوقات اللي تقولي لي انت اللي طيب انا مازال. لابولون يديروا بالنعناع. عندهم. لا لا بنين. لا با مرسي. فيه بنا. صح عريض. طه مرسي. يلا حتى ازرب كمل. قاعد هكذا. خلاص تليفيشن. أصدقاء. حبيبي. أنا آتي يا حبيبتي. هاي تخلطت شيخ. انصدموا. هكذاك يا رزيقة. تجيبينا بأخر شوف من طرف الدنيا مش يقطع لنا راسنا. أنا هنا لقد اختطفوني. لا تقلقي سوف أقطع لهم رؤوسهم جميعاً. ما هذا الصوت الغريب؟ حبيبي. حبيبتي. لقد طال غيابك يا غزالي. يا قطتي. أعذريني ولكنني لن أتخلى عنك منذ هذه اللحظة لطالما انتظرت هذا اليوم. إذن أنتم من اختطف زوجتي حبيبتي أم أبنائي. هكذا هكذا يا رزيقة تزوجي وتجيبي دراري وإحنا معنا بناش. حبيبي خرجوا. اجبد البوستر بتاعك وعيط لبوليس. العزيز وقيل راه جمع أول. يا أخرج يدك. خرج يدك مثل عباش شاطر. ببطء. ماشي ناس ملاح. ضع سلاحك. ما هذا؟ أهو حشر تيمم؟ أتريد أن تفج لي رأسي؟ لا بورطابل جديد يا أخو مشي طلو طلو أديس ولا حنين ما تخاف شوية تريسكي والو. هاو هذا باين ماشي ناس ملاح. هذا قلت يا أمه. أمك؟ لا شيء يا حبيبي لا شيء. حسنا
سأشرح لك فيما بعد. لا لا شرحي له برقة. أنا يماها وهذا باباها وهذا وأنا أخوها الصغير. ما هذا الكلام وما هذا الهراء؟ لا شك أنكم من قبيلة بني هرهر. لا إحنا من قبيلة بني طرطر. وأنتم من قتل سلطان بني قلمط واستوليتم على قوافلهم. أنتم أهل يقطع طرق. لا لا يا بنيتي يا ودي إحنا ما رناش من قبيلة بن هرهر وبن طرطر هذا اللي راك تقول فيها. إحنا العيلة نتاعها والطفلة هذه راهي هبلتنا بالمسلسلات تاع الخشبة. أنا لا أفهم من كلامكم شيئا. ولكن يا حبيبتي يا قرة عيني، أتذكرين الأيام الخالية وشروق الشمس ورحلتنا في الفيافي ولبن الماعز؟ قطعت عهدا على نفسي أني إن وجدت من اختطف زوجتي لأضربن عنقه ولأعلقنها على مشارف المدينة. مدينة عرجي يا أخو ببلوان بالكور. لا لا يا حبيبي لا لا، إنهم أفراد عائلتي، لقد احتجزوني هنا لكي لا أراك فقط. عندها الحق. واش راهي تقول؟ لقد قطعت عهدا على نفسي حتى وإن وضعوا بيننا جبالا وسهولا وجيوشا عرمرم، يا رب عفوك إن زللت فإن لي قلبا بحب رزيقة تعلق سأقطع رأسه. لا لا يا حبيبي، إنه أبي وأحبه. تحبينه؟ بنيتي. نعم أكيد أحبه، إنه أبي، لكن ليس بمقدار حبي لك يا خرشوفي. واو اعذروني لم أكن أعرف هذا. عائلتي. نعم أمي أخي الصغير أبوه أبي. ولكنني لا أريد أن يشاركني أحدا في حبك، ولذلك سوف أفصل رأسه عن جثته. لا لا المسلسلات رايحين يفسدوا ولادنا. رزيقة بنتي، اسمعي رزيقة، هاي نوضي يا بنتي. أبا خرشف. خرشف؟ وش من خرشف؟ أبا خرشف بابا، أبا خرشف. أبا ولا أبو خرشف هذا ما كشف. هاي خلاص هاي. أبا خرشف بابا اللي كان معانا البارح في الصالة ما تهبلنيش، كان معانا قري ما جا قتلت بالسيف. ما منها يا بنتي، هاي سمي وخزي الشيطان وش بيك؟ مسخ بيا معناتها أنا مهبولة. أبا خرشف هاي خلاص، الله يهديك يا بنتي، حبيت نوضي لنا الجيران ولا كيفاش؟ هاي خلاص. أبا خرشف أين أنت؟ اسكتي يا مصيبة اسكتي. شوفي يا بنتي واش يجي؟ أو الزواج راح يهبلها الطفل هذه. اسمعي يا بنتي، الدنيا هذه ما كاش فيها غير الزواج. طب الله طب. انتما تزوجتوا دوتو تاوي جبتوا الاولاد وبعد تقولوا اي بابا ديجا اي خلاص بنتي. تيليكوم الكارت هنا جات لهنا تسمع واحد اوفا تلفزيون، وكنت انا جنبي ابا خرجت انا اللي طفي التلفزيون. كنت راقده واش بيكي؟ كنت تشخري. ما كنتش راقده، خليني نتفرج يا حماد، خليني اش درت، خليني نتفرج بقى. الله يهديك يا بنتي. امين جماعه طفي الضو معاك. جاهد بسبيل الله.
قدام عيني تخدعك يا اخليني مره.